مجدي مره بلقاء على قناه فضائيه، بديش اقول اسمها، المهم قناه من القنوات، سالته المذيعه شو اللي بيميز مجدي عن غيره؟ ما عجبك مجدي لانه هذا سؤال مش يعني كان منسق من قبل، ويعني كانت الامور مش مرتبه، بس يعني تفاجئ مجدي فصفا على الهواء، طبعا لقاء مباشر صفا على الهواء ويقول شو اللي بيميز مجدي عن غيره وشو. فبقولها والله اول مره بمر علي هذا السؤال. طيب مجدي يعني لكل مصور بتحس انه في بصمته، اكيد. شو اللي بيميز مجدي عن غيره؟ شو اللي بيميز مجدي عن غيره؟ والله سؤال غريب. شو اللي بيميز مجدي عن غيره؟ صح، في شيء جاب معينه. فاليوم عرفت شو اللي بيميز مجدي عن غيره، هاي المعرض وهذا الشغل هو اللي بيميز مجدي عن غيره. بتمنى له التوفيق، بتمنى لكم التوفيق دائما انه تتابعوا اعماله وتدعموا اعمال مثل هذا الفنان، مثل هذا المبدع، وإن شاء الله الأمور بتكون بالسيف سايد بالمرات القادمة.